انا ماذا بيا يمنعوا ليتود في الديار، يولد برشا مشاكل، تولي بونتويت بينات التلميذ والبروف، ماذا بيا ينحيو في عوض ليتود في الدار، يعملوا دي راتراباج في الليسي التلامذة اللي ناقصين مثلا في البروغرام، وهكي كانوا نحيو برشا مشاكل. استغلال، يستغلوا التلامذة اللي يقرا عنده، اللي يقرا عنده وما يعملش عنده ليتود يعاقبوا. انا رايي يقراو في الليسي خير، يقراو في مكاتبهم وين يقراو عند مكاتبهم خير، خاطر هذيك القرايه اللي هما يطبقوا فيها في القسم يطبقوا فيها عند المعلمين، احتمال في الدار ما يقراوهمش كيما نفس الحاجه اللي يقراوها مع الاستاذ نتاعهم. بالعكس خويا، خليهم هيك في الدار خير، خاطر مش قاعد يقراو في الواحد في المكاتب، مش قاعد يقراو ولادك كيما يمشيو كيما يجيو. بالعقل كيما كان حاطهم في الجارد وحاطهم في الوتيت صافي، وحكايه فارغه المكتب بالرسم يحكي معاك، حكايه فارغه. ما ينجمش يحسرهم المعلمين، مستحيل. علاش؟ خاطر نجم يقريو في الديار بالسرقه عليه باش يقعد يعس على 85,000 معلم، هو ينجم يقريو كراجات ويقريو فيهم ايتود وهو من غير ما يفيق، هما باش يعملوا كونترول على 85,000 معلم، مستحيل. وبالنسبه للايتود في المكتب راهو حكايه فارغه، راهو ماهوش باش يعطيهم الاستاذ ولا المعلم الحاجات الباز كيما يقريهم في داره، في داره يقريهم خير. علاش؟ خاطر اغلى، يعملهم سيونس ب 60,000 في الشهر ولا دو سيونس ب 60,000، مش كيما يعمل ايتود في المكتب ب 15 دينار في الشهر. يتبع الاخرى غاليه فيها 60,000 خير. ساكود على الاخر وغالي برشا، ولي باغون ما عادش يخلطوا ويعملوا معناها في الليسي ويسعروا، معناها يعملوا بخي الناس الكل تقرا بيه ولا سيونس، ولا معناها جوست الناس الكل قد مش كل بروف يقري معناها كيما يحبها. استاذ كي يوصل المعلومه كسوا في الدار في حانوت كذا، احنا عطينا التلميذ نتاعنا يتعلم القاعده الصحيحه كيما كنت قبل. نشوفها حكاية مزيانة برشا أنهم ينحوا ليتود وتولي قراية في الليسي، خاطر توا لي نوت الكل ولات غونفلي، دونك حتى لي بارون يعرف شنو هو نيفو ولده بالضبط. إذا كان لابد من دروس تدارك، فعلى هذه الدروس التدارك أن تتم في المعاهد وتتم بالمجان، وتتم بالمجان، لأنه ماهوش معقول أنه إحنا مركزين في نهضتنا ومركزين في يعني نمط النمو متاعنا على التعليم بصفة خاصة، فإذا بنا نحول التعليم إلى مصدر لتدبير الأموال. أحسن معمل يخلي الناس كل تولي فرد مستوي وفرد واحد فرد نيفو، باش الناس الكل كي القليل كي اللي لابس عليه وليو الناس كلها تقرأ، خاطر العبيد توم سكنات ولينا تحت الصفر بالرسمي، راه حالة ما عادش تعجب. هو اللي عنده ثلاثة مسكين يبدا يلقط باش يشري لأولاده، وماذا بيه راه ولده يقرا في أعز حاجة، وباش يوصل ولده باش يوصل بنته، كي الحالة هذيا ما عادش توصل. فما عباد تلزت خرجت ولادها راهو من القراية، خرجت ولادها من الوضع اللي نحنا ولينا فيه. تو راجل مسكين يخدم 500,000 يخلصها، فين باش يوصل؟ فين باش توصله؟ صغارنا تعبين ياسر، ما عادش نجموا يقراوا في المكتب، كل شيء ولا في الإتود، كل شيء. ويعرفوا راه يقول لك في القسم خاطر الاخرى تعمل في ليتود، هذاك علاش؟ دونك حتى باش يعملوا ايفور تقول لك لا ما نعملش ليفور. طون بعد ليتود هذا البريفي ماذا بينا، يولي رتراباج في المدرسه احسن حاجه، واقل مصروف للعباد واقل ياسر شيء كبير. ولا وتوا بلاش ليتود ما تنجم تعمل حتى شيء، ولا ما ينجحكش، يخليك في القسم من تالي، لازمك تقرا عنده بالسيف، كان عجبك عجبك ما عجبكش هذاك هو الموجود. هذه ظاهرة خايبة برشا وليت. سمعت الباك تو اللي أعطيه نص امليهولو كله جيبو غلط. والدي تخسر عليه بالستين وبالمية، الفيزيك بقداش والسيونس بقداش وبرا شوف. هذاك هو أنا راه زايد قال الحق. فما حاجات خذا فيهم موقف يعطيه الصحة. شوية ديسبلين، شوية كبسة. اللي حاب ينجح راهو ينجم يعمل حتى يتيد في دارهم، فهمت؟ يحل كراسه، يحل كتاب، يكونسونتري بالرسم، فهمت؟ يجري على الفيتور نتاعه وجوها مريقل. مش تحكي لي لوت لي زيتيد هذوما تنجي نقرا بحدا صاحبي وبحدا صاحبتي وترى شنو، فهمت؟ الناس كلها تقرا في الليتيد، من الناس كلها ما نجحتش.